اقصد العمالة بشكل عام. اي بشكل عام. طيب انا يوم من الايام يا الربع، اول شيء العمال ذولا مثل ما قلت لكم العمالة سواء رجال ولا حتى خدامات، احيانا بعضهم يكون قريب من العائلة. اللي الموضوع اللي يتكلم اللي في بعض الناس يولد تشوفه يهاوش ويمد يده على العمال، خاصة اللي ما يعرفهم. انا يوم من الايام في ليلة العيد، عيد من الاعياد، عيد فطر، مودين اهلي ومنزلهم في سوق عندنا، في زحمه وتعرفوا ليله عيد. يوم اشوف قدامي انا من البوك سياره وعلى جوالي وازعاج، ما ادري كيف سويت، انزل الجوال كذا عين قدام المحل اللي قدامي، الا يا اخوان العمار الرجال حط ايده، رجال انه جبو جسم سعودي، وما ادني ايده كذا ثبت له عامل يا رجل كذا طوله صغيروري نحيف اسمر يا ولا بشكل عامل ايش، ولا هو عامل عادي، عامل اللي يلبس اصفر وازرق، عامل بلدية، عامل بلدية والاصفر ذا حق الله يكرمكم الزباله في ايده تحت، لا حول ولا قوه الا بالله، ماسكه كذا ما ادري وش رافع صوته. المشكله العود ذا الرجال هذا رجل ما هو كبير سن مره، يعني في بزرين بنت وولد صار عنده، واضح انهم ايش عياله قدام، عياله خادم ولا الرجال؟ لا عيال الرجال. حلو. والخادم عيونه تلاقط وزحمه والناس يجون يروحون عين، يوم رفع ايده هم استاقه بالاول كذا، ما ادري شو عرفت اللي يكلمه يضربه ضربه كذا، ما ادري شو يقول طق، وذا مد ايده ويضربه في ايده. يا ويلي. اي والله. يوم ما ادري ايش جاني، افتح الباب اسكر السياره وانزل، السلام عليكم. قلت تعود من ليس تعود من ليس احط ايدي كذا وارده. يوم رديته تاكدت ان الورعان ذولا عيال لا. يا ولد هد انا وياهم، اقسم بالله لولا يعني لون الحاله ان عياله ما هو معه، اقسم بالله ان اشله فوق ورجله، لكن عياله معه يا ولد، عائلته نسوان وراء. مسكنا انا وكذا واحد واكدت جلسه اصبر، وش علمك؟ قال ما يستحي على وجهه، وش السالفه؟ ورجع للعامل، وش دري وش مسوي العامل؟ منظف الرجال كان في سيارته ويا اهله، ينتظر اهله او انهم في السياره، والعامل قاعد ينظف عند قدام باب النسوان، الباب الايمن ينظف، وش ويقول له وش جابك؟ تنظف هنا. اي تنظف هنا وانك ابطيته ونزل سيده تلقائيا ورفع بالعامل. يا جلده بعضهم ترى مشهد مقزز، مشهد يا رجيل. والله انا قلت يا طويل العمر، اول شيء انت شكيت فيه، شك مجرد شك، وهذا عامل صغير ما هو متجري انه يسوي شيء، هذا الامر الاول. الامر الثاني انت لو ان في ثقه في نفسك وفي محارمك ما انت مشكك. الامر الثالث وهو الاهم، عيالك يتطبعون فيك. صح عيالك يتطبعون فيك مهما كانت طبيعتك حسنه او سيئه. هو مسكين جيد ولدك ياخذ الطبيعه الشينه، انت تراك انت لا كبر ولدك وعرف الزين والشين، والله نطيح من عينه انت تذكر الموقف هذا. والامر الاخر اقسم بالله لو ان العامل الموجود باكستاني، ومن الباكستانيه المليسين اللي ايده الوحده كان ثلاث عيال يخليه يطبع، اقسم بالله ما تجرى ولا تقدر تقول اوف نش انا، لكن عشان اضعيف مستحيل على وجهك قد اي والله بعد انت روح ازين لك. قلت اقسم بالله يا الربع، والله اقول انا قلت والله يا كحيلان لو ان عيالك ذولا اللي عينهم هم موجودين، إن انا واللي معي احنا لنا تفاهم معك ثاني، كست على وجهك ودبها بشحن. يتفلت ما ادري وش يقول، وبني ذاك الموقف. لو انها بديرة العامل هذا والله ما يقدر ينقل. خلي بديرك، لو اني عامل مجسم ولا احسن يا اخي، احسن التعامل. انت زين.